جايبين لكم سيارة تفولوها بالشهر مرة واحدة، كهرباء وهايبرد وبنزين. شيري تيجو 8 برو هايبرد 2025 من وكالة السراب أوتو، السيارة صدمة لعشاق السيارات. طبعا نبدأ بالواجهة الأمامية، علامة الشيري المضيئة بالهايبرد، اللايتات هيلوجينية LED مع لايتات كلها فول LED. طبعا هنا نشوف الشبك الأمامي بال3D مع الكاميرا الأمامية من أصل 4 كاميرات، والرادار التفاعلي الموجود على السيارة، والكاميرات لقراءة الطريق والخروج عن المسار. جانبية السيارة نبدي أول شيء بالويل كاب حجم 18، إضافة منفذ الشحن اللي من هنا يكون عن طريق الكهرباء مثل ما تشوفون، إضافة LED إشارة مع كاميرا جانبية ودخول ذكي وترحيب أيضا مع علامة التيجو من تفتح لها. طبعا النقاط العمياء أكيد موجودة بالسيارة، ونشوف السيارة حجمها جدا عالي مع سقف بانورامي على يبغي على السيارة يعطيك طابع طبعا كلش راقي. إضافة للسيارة حساسات 360 درجة. خلفية السيارة جدا جذابة، نشوف اللاتات LED من يصير ترحيب. شوف شوف يا حبيبي، شوف الترحيب من شيري، روعة. طبعا شوف لايتات LED تفاعلية، بصمة الشيري هنا، الكاميرا الخلفية بصمة التيجو 8 برو الاي بلاس اللي هي الكتريك، واضافة للهايبرد. طبعا هنا نشوف الاكزوزات الثنائية ووكالة السراب اوتو الوكيل الحصري لسيارات شيري، واكيد انه اهم شغلة صندوق كهرباء ويتسع الى اكثر 500 لتر. طبعا هنا مكان الشاحن. المساحة الخلفية للركاب صراحة جدا واسعة وعالية، اللي يبهر بهاي السيارة نوعية الجلود والخياط والألوان المستخدمة جدا فخمة. نلاحظ هنا قطع التبريد الخلفية مع شاحن التليفون، وهنا وسائل نقدر نحفظ التليفون أو أغراضنا الخاصة. طبعا هنا نشوف نوعية الألمنيوم المستخدم بالسيارة والإضاءات المحيطة تطغي على السيارة تعطيك فخامة مو طبيعية، لون الأوف وايت واللون الأزرق مطي، فخامة جدا عالية للتيجو 8 برو. هنا طبعا أماكن للتحفظ، إضافة كوب هولدر مع أماكن لحفظ التليفون والوسادات هنا الموجودة تعطيك راحة بالمسافات الطويلة، إضافة للسقف البانورامي الطويل الموجود على السيارة مطيك نسق جدا فخم وعالي، إضافة لأنه السيارة مستوى السلامة بها جدا عالي من ناحية الإيرباقات السلامة، الستائر الهوائية والكوشينات والستائر الأمامية للراكب والسائق. الداخلية الأمامية لتيجو 8 برو الهايبر جدا فخمة من ناحية التصاميم والجلود المستخدمة والمواد والكواليتي جدا عالي. نشوف طبعا تصميم الستيرين لون الأوف وايت واللون الأزرق اللي مطي فخامة جدا عالية بالسيارة. طبعا التحكمات الموجودة بالجهتين من خلال التحكم بالأصوات، التحكم بالرادار، طبعا الهيد أب ديسبلاي، الشاشة المتصلة 24 إنش، طبعا خزن ميموري للكوشنات الاثنين، سيستم الصوت قلنا من سوني، اضافه طي المري كهربائيا موجود على السياره اكيد، والتحكم بالنوافذ صعود ونزول اوتو. طبعا الشاشه خدمه الملاحه تدعم موجوده لاول مره لسياره الوكاله للسراب اوتو، خرائط موجوده للاراط، اضافه نقدر منها ايضا نتحكم. شوف تطلع الخريطه قدامك، صراحة تقنية جدا عالية. إضافة لهذا نشوف، أنا أسمع، افتح فتحة السقف. طيب طبعا السيارة شي تريد من أوامر صوتية تنفذ لك، إطفاء التبريد، افتح النوافذ، كل الأمور موجودة على السيارة. طبعا هنا اللمس كله التبريد كله لمس، الأوتو إضافة للأي سي الحرارة كله لمس مثل ما تشوفون. طبعا المقاعد تدفئة تبريد، هنا نظام القوة الهجينة الموجودة على السيارة، إدارة الطاقة. طبعا هنا الشغلة المميزة بهاي السيارة انه تقدر تتحكم بها، انت تتحكم بها تشغلها كهرباء، وتقدر تسويها هايبرد بنزين وشحن. السيارة تقوم تشحن نفسها تلقائيا، وتريدها كهرباء فقط عادي ماكو مشكلة. تدة القير مثل ما تشوفوها هنا تصميمها جدا فخم، إضافة شاحن تليفون وايرليس، والتحكم بالصوت من هذه الطريقة هنا، وهنا نظام الاي في كهرباء فقط والاتش اي في اللي هو الهايبرد. الكاميرات 360 درجة تطغي على السيارة، شوف الرادار يا سلام من شيري، مطيك كافة التفاصيل حتى البانوراما شلون مفتوحة، شوف بالكامل حتى البريك والامور كلها. شوف الاشارة، اذا اعطينا اشارة يمنى
شارع يسري مطيك كافة التفاصيل. طبعا السيارة تقنيتها جدا عالية، هندبرك إلكترون، إضافة أوتو هولد موجود على السيارة، وأهم شغلة أنه السيارة بها نظام التكييف اللي هو تنقية الهواء، نقدر نشوفه عن طريق الأيونات الموجودة بالتبريد. شوف يا حبيبي، تقنية جدا عالية بشيري 8 برو ماكس. طبعا السيارة جدا اقتصادية، السيارة بها 3 مكاين، 2 كهرباء و1 بنزين، تولد 326 حصان بعزم الدوران 510 نيوتن متر. طبعا السيارة اللتر الواحد يمشيك 17 كيلو، ولأول مرة تقنية استجابة الجير جدا سلسة وناعمة من خلال الجير DHT اللي استخدمته شيري لأول مرة في سياراته. طبعا هاي السيارة ضمان البطاريات 8 سنوات وضمان السيارة 6 سنوات، والسيارة عليها تأمين شامل يشمل الحرق والضرر وكافة أنواع التأمين للسراب أوتو. طبعا السيارة بها وضعيات قيادة اللي هي الإيكو حاليا، هذا الوضعية الوضع القياسي، القياسي هذا الوضع الرياضي، الوضع الرياضي والوضع القياسي. شوف النظام الراداراتي، النموذج الاقتصادي، الرادارات الموجودة على السيارة 62 يعطيك، وشوف تسارع السيارة الشيء صراحة روعة. عز السيارة جدا عالي، إضافة لتقنياتها جدا عالية، واستجابة الجير والمكينة جدا سلسة، البريك كلش مناسب، قصتها حلوة السيارة، تبريدها ثلج أكيد ثلج. شوف نظام الرادارات الموجودة على السيارة. طبعا هاي تجربتنا لسيارة تيجو 8 برو من وكالة السراب بنظام الهايبرد. إن شاء الله أشوفكم بفيديوهات أخرى مع سيارات شيري، ومع السلامة.